عليه الصلاة والسلام.
بعزك الواسع بجودك وكرمك يا رحيم يا رحمن. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب الشريعه والبرهان برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انفعنا وارحمنا بالقران العظيم وبارك لنا في الايات وذكر الحكيم. تقبل منا انك انت السميع العليم. وتب علينا لا اله الا الله اللهم زدنا بزينة القرآن وأكرمنا بكرامة القرآن وشامل حفظ القرآن وأعاذنا من كل بدائل الدنيا وعذاب الآخرة بحرمة القرآن. أدخلنا الجنة مع القرآن ومع جميع أمة سيدنا محمد بحق القرآن. اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وبالقبر مونسا وبالقيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا وبيننا وبين النار ذكرا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم اهدنا بهداية القرآن وعافنا بغناية القرآن ونجنا من النيران بكرامة القرآن وأدخلنا الجنة بشفاعة القرآن وارفع درجاتنا بفضيلة القرآن وكفر عنا سيئاتنا بتلاوة القرآن يا ذا الفضل والإحسان. اللهم ارزقنا بكل حرف من القرآن حلاوة وبكل كلمة كرامة آية سعادة وبكل سورة سلامة وبكل جزء جزاء وبكل حزب حسنة وبكل نصف نخمة وبكل ربع ربعة وبكل زمن ثناء. اللهم ارزقنا بالألف قربة وبالباء بركة وبالتاء توبة وبالباء دوام وبالجيم جمالا وبالحاء حكمة وبالفاء اتزانا وبالدال ذكاء وبالراء رحمه وبالزاي زلفه وبالسين سلامه وبالشين شفاء وبالصاد سقاء وبالطاد ضياء وبالطاء طهاره وبالواء ظهرا وبالعين خدمه وبالعين غناء وبالباء فلاحا وبالقاف قربة وبالكاف كفاية وبالنام صفا وبالنون نورا وبالواو نصرة وبالآي هداية وبالآم الألف لقاء وبالآي إسراء. صلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين أجمعين. اللهم قد الزواج ما قرأناه والنور ما تلوناه دار روح سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام لا إله إلا الله.
وسيدتي شعرها ما هو لجدي صلاة
أني حاسي لما حرق الشباب الفولايا برا إلى شان عقل أمراض مقدمون أحسابهم وشابع وماية حميد الشفاف أرى أني أعمل بروكة كان أنا ما هو ما يستيل تقاديه بكرا لما ما سوف رميه من اليابة أما يلي أرافه ستا عمله أنا نحرام الكسو سمي كاني أولي أوما أرافه كاني يا ربي أرافه عنا بشان الأمراض اللهم ارحمنا بالقران واجعله لنا اماما ونورا وهدى ورحمه اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا سوى تلاوته وآناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجه يا رب العالمين اللهم اصلح لنا ديننا الذي هو عصمه امرنا واصلح لنا دنيانا التي بها معاشنا واصلح لنا اخرتنا التي بها معادنا واجعل الحياه زياده لنا في كل خير واجعل الموت راحه لنا من كل شر اللهم اجعل خير عملنا اواقع وخير عملنا خواتمه وخير ايامنا يوم نلقاك به اللهم انا نسالك عيشه هنيئه وبيتا سويه ومرضا غير مخزي ولا غاضب اللهم انا نسالك خير المساله وخير الدعاء وخير النجاح وخير العلم وخير العمل وخير الثواب وخير الحياه وخير الممات وثبتنا وثبت الموازيننا وحقق ايماننا وارفع درجاتنا وتقبل صلاتنا واغفر لنا خطيئاتنا ونسالك العلا من الجنه اللهم انا نسالك موجبات رحمتك وحسائل مغفرتك والسلامه من كل اثم والغنيمه من كل بال والفوز من الجنه والنجاه من النار اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الاخره اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول بيننا وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغنا بها جنتك ومن اليقين ما تعول بها به علينا مصائب الدنيا ومتعنا باسمائنا وارصالنا وقوتنا ما احييتنا واجعل الوالد منا واجعل دعانا على من ظلمنا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخاف فينا ولا يرحمنا اللهم لا تدع لنا ذنبا الا غفرته ولا هما الا فرجته ولا دينا الا قضيته ولا حاجه من حوائج الدنيا ولا قوه الا قضيتها يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا رب العالمين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما اغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي الى صراط المستقيم وعلى اله حق قدره وبالاله العظيم ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين Thank you.
되고
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نوما
Thank you.